هناك أيضا مسألة التواصل، لازم نستمر في التواصل مع الآخرين. هذه فرصة حقيقة، أبغي أنوه للجميع على أن هذه فرصة نحن نحتاج نستغلها للتقارب الأسري، للتواصل الأسري، توصيل بعض المفاهيم لأبنائنا في هذه المرحلة. النقطة الأخرى هو مسألة رعاية كبار المواطنين أو أبائنا وأمهاتنا وذخرنا في هذه الحياة، فلازم نحن نوصل المعلومة لأبائنا وأمهاتنا بطريقة صحيحة، بطريقة سليمة، أن نحن حماية لهم واحتراما لهم وحفاظا عليهم نحن قد نغير نمط تحيتنا لهم، طريقة محايانا لهم. ما في مانع أن مثلا نحن نمشيهم في الحديقة المنزلية، هذه الأمور تساعدهم وتعطيهم نوع من الطمأنينة واستمرارية الحياة.